ونشهد معكم انطلاقة اليوم الثاني من أيام القمة العالمية للحكومات. مثل ما شفنا ولله الحمد بالأمس وامتدادا لليوم، وسنشهد كذلك معكم غدا القمة العالمية للحكومات في عامها العاشر. في هذا المشهد العالمي وحضور أكثر عن 20 رئيس دولة وأكثر عن 3500 من المشاركين، ويصل عددهم حتى 10,000، ولكن عدد كذلك الممثلين للحكومة العدد الكبير لهم. خلال هذه القمة وفي من خلال أروقتها يتم الحديث عن كثير من المواضيع المهمة التي تهتم فيها الحكومات والقطاع الخالص والقطاع الثالث كذلك. ففي إحدى الجلسات التي شاركنا فيها كانت تتكلم عن أهمية الذكاء المجتمعي في دعم المجتمعات وتطويرها، ودعم كذلك هذا القطاع جدا مهم الذي يشبك بين المبدعين ويشبك كذلك القطاع الثالث وهو قطاع الجمعيات ذات النفع العام في مواضيع مهمة تخدم المجتمع والإنسان. لا ننسى كذلك دور التكنولوجيا والتطور التكنولوجي الذي شهده العالم والذي خذ وكان له نصيب كبير في كثير من الأحاديث التي شهدناها. ملفات الفضاء، ملفات الاستدامة كذلك جدا من المواضيع جدا مهمة اللي استمعنا إليها. نتمنى لكل المشاركين التوفيق ونتطلع إلى جلساتنا حتى آخر يوم بإذن الله في القمة.